السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ جيتكم بفيديو جديد راح نشرح عن برنامج اسمه، هذا البرنامج اسمه فيلمورا. هذا برنامج مختص في عمل الفيديو في المونتاج. راح اشوفكم البرنامج. هو اولا برنامج مجاني تقدر تنزله من جوجل، يعني ما مثل برنامج ادوبي بريميرا هذاك تحتاج انه تشتري وتستخدمه، بينما هذا برنامج مجاني. مثل ما تشاهدون هذا هو الواجهة البرنامج. راح اعطيكم مثال. حاليا عندنا هذا الفيديو، راح اشوفكم مجرد انه ندوس على هذه راح ينزل عندنا هذا الفيديو هنا. هاي في حال انه احنا فيديو مثلا صورنا سابقا. في حال اذا تحبون مثلا تضيفون فيديو، مجرد تسحب فيديو مثلا من هاي الجهة تيجي تنزله بهاي الجهة مباشرة راح ينزل. راح اعطيكم مثال مثلا بهاي الطريقة، لاحظتوا الفيديو نزل إيه هنا. طيب اجينا نزلنا هذا الفيديو، شو راح نشتغل على هذا الفيديو حاليا؟ جدا بسيط وسهل. راح اشوفكم الفيديو مثلا يبدأ هذا الفيديو. طيب اريد اسوي عليه مونتاج، شو راح اقدر اسوي عليه مونتاج؟ اول شغلة مثلا اريد اقطع، تجي من عن طريق هذا واختصاره كنترول بي، مثلا اخليه هنا كنترول بي. هسه حاليا انقطع، اجي مثلا على هذا، هاي مثلا ايضا امسحها من ديليت، ادوس على ديليت مسحت من هاي الاداة، يرجع مرة ثانية، مرة ثانية ادوسها راح يرجع، مرة ثالثة تروح القطع اللي قطعناه. طيب لنفترض هسه احنا حاليا راح نسوي له قطع، ماشي، حاليا قطعنا. عندنا هاي الادوات راح اشرحها بالتفصيل، ترجيع للسابق قبل ما تنقطع، مثلا هاي ترجع بالعكس، قطع مسح، ماشي. نجي هنا، هنا عندك مجموعة موسيقى مدفوعة، يعني في حال اذا نزلت هاي الموسيقى على قناة اليوتيوب ما راح تجيك إشكالية في حقوق طبع والنشر، لأن هاي كلها تعتبر مجانية مثل ما تسمعون. مثلا هاي الموسيقى، مثلا موسيقى ثانية، ماشي. والموسيقى مجرد ما ندوس على هاي رأس مباشرة راح تنزل عندنا. ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا هذا الصوت. طيب حاليا يصير عندنا هذا الصوت وصوت الموسيقى، نريد هذا الصوت نشيله، صوت الفيديو بس صوت الموسيقى تبقى عندنا. كل السهل ندوس كليك يمين، كليك يمين، نجي هنا على الملت ندوسه، خلاص هسه تندوس راح صوت الفيديو، تمام. طيب هسه نرجع على هذا البداية، استهينا حاليا هذا بي صوت، اسمعوا راح تشوفوا فرق، هذا بي صوت راح يتحول هنا راح الصوت. ليش؟ لان هنا سوينا له ملت، شوف محدد صح. لو نجي هنا ما بيها صح، شفتم هذا الاختلاف. هذا في حال مثلا تريد تسوي فيديو معين او لقطة معينة وتشيل الصوت مال الفيديو وتخلي صوت الموسيقى اللي انت تحب تخليه، وايضا هذه هم تقدر تقطعه توديه وتجيبه حسب اللي انت الشيء اللي تريده، تمام. طيب عندنا هذه اول شيء، هاي الموسيقى. هذه هنا في حال اذا حبيت تضيف نص، مثلا في مقدمة الفيديو حبيت تضيف نص، مثلا راح اعطيك مثلا هذا، واقدر ايضا اسحبه واجيبه، اجيبها هكذا بهاي الصورة.
ايش راح يصير عندنا؟ هكذا راح يبدا الفيديو، تمام؟ والمكتوب داخل داخل الفيديو اللي راح يطلع لك بالمقدمه تقدر ايضا تغيره من الخيار اللي تحت هذا مكتوب تي من إيه هنا، تجي على إديت تقدر تغيره، تقدر تكتب الشيء اللي تريده وراها تدوس أوكي. مثل ما شفتوا حاليا عندنا تغيرت بعض الأحرف. طيب هاي حاليا الشكل، ويرجع الفيديو ماشي. طيب في حال مثلا كنتوا تريدون هاي بيها، موجود هنا عدة أشكال الكتابات ماشي. عندنا مثلا هذه راح أشوفكم هي، مثلا هذه كلها مجانية وتقدرون تستخدموها بكل بساطة. طيب نجي على الأداة الثالثة، هاي الأداة تسوي الفيديو كأنما أنتوا عتسوون مونتاج احترافي بروفيشنال. يعني أعطيكم مثلا هذه الأداة، هاي الأداة شو تسوي لنا؟ مثلا راح أدوس هنا، لاحظوا التأثير، هاي ما بين فيديو وفيديو. مثلا شوفوا هاي الحركات، تمام، حركات جدا جميلة. طيب حاليا نريد نطبق هاي الحركات، راح نجي نطبقها إيه هنا، هذا انا راح اسوي ميوت حتى لا يطلع بي صوت جيد. راح اجيب مثلا إيه هذا، انا احب استخدمه، خليه إيه هنا. شوفوا ايش راح يصير عندنا، راح يبدا الفيديو بهاي الصورة، شوفوا شو راح يختفي ويرجع يظهر مرة ثانية. لاحظوا اختفاء جدا جميل وظهور جدا جميل. طيب استخدم أداة ثانية مثلا هذه. طيب راح أرجع الفيديو، مثلا هذا راح أقطعه، راح أنزل هذا الفيديو وراح أحاول أعمل فاصلة ما بين هذول الفيديوين، تمام. مثل ما تشوفون هاي الفاصلة اللي صارت، تمام، هذا الفيديو مصور سابقا.